السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح نحكي عن خاصية موجودة ببدالة الزونتل بلس اسمها الأوتو كليب فيتشر. الأوتو كليب عبارة عن خاصية ممكن الإكستنشن ببدالتي يتصل على رقم خارج البدالة أو إكسترنال لاين، وهذا الشخص مثلا موبايل وما رد علي، يعني وشاف المسكول انه خط جاي من البدالة. ففي البدالات العادية او التقليدية الشخص من موبايله حيرد يتصل على البدالة على الرد الآلي: مرحبا بكم في شركة اكس اكس اكس، اذا كنت تعرف الرقم الداخلي ادخله الان او اضغط صفر للمساعدة. بضغط صفر بروح للسكرتيرة او الريسبشن: معلش في حدا متصل علي. وبتكون عملية مزعجة. فالأوتوكليب لا، شو اللي بصير؟ خلال عدد معين من الساعات أنا بحدده بالبدالة، لو الشخص أو الرقم الخارج البدالة رد اتصل على البدالة راح تحوله على الشخص اللي اتصل عليه. وهاي العملية مفيدة جدا وبتختصر يعني الإزعاج اللي عم بصير، انه معلش في حدا متصل علي، وممكن الريسبشن ما تكون عارفة مثلا او السكرتيرة ما تكون عارفة مين اللي سوى المكالمة وهكذا. هلا الاوتو كليب في 3 سيناريوهات عنا للخطوط الخارجية اللي حنبرمجها للبدالة. في اول حالة اركب خط وزارة دايركت على البدالة، ممكن أفعل عليه الأوتو كليب، ولكن بشرط يكون خط الوزارة بدعم البولاريتي ريفيرس فانكشن. ممكن نشوف المقسم أو الوزارة مثلا أو البي اس تن بروفايدر ونستفسر إذا هاي الخاصية موجودة على خطنا الأرضي اللي بنركبه على البدالة. تاني إيش السب ترانك، يعني رقم دي اي دي نمبر بنبرمجه على البدالة وهاي بتشتغل. وثالث حالة يكون مثلا عندي FXO Gateway أو E1 Gateway عليها خطوط خارجية وبدنا نبرمجها على البدالة، فالأوتوكليب ما حتشتغل بحالة الـ Gateway، يعني بحالتين فقط بتشتغل الأوتوكليب. أنا عندي سب DID Number وعندي FXO Line، ولكن تكون خاصية البولاريتي ريفيرس موجودة. فأنا حروح على بروفايل أوتو كليب، راح أعمل نيو بروفايل، راح أسميه كليب 2 فور إكزامبل ريكورد استراتيجي. هل إحنا بدنا كل المكالمات تتخزن بالأوتو كليب أو فقط المست كولز؟ يفضل هذا الأوبشنز نستخدمه المست كولز. ريكورد اكسباير، شو قصدي في عدد الساعات اللي يتخزن الريكورد انه الاكستنشن بس يتصل على خط خارج البدالة لمدة ساعتين. اذا بعد ساعتين الخط الخارج البدالة اتصل على بدالته راح يروح للرد الالي او الريسبشن وما حتصير عملية الاوتو كليب. لكن خلال ساعتين مثلا 10 الصبح اتصل علي الموبايل مثلا على البدالة الساعة 11:30 حتكون ضمن الساعتين، فحتتحول للإكستنشن اللي اتصل على البدالة اللي اتصل عليه يعني من البدالة. Delete Used Record، مجرد ما تتم المكالمة بين الخط الخارج البدالة والإكستنشن البدالة راح تلغي الريكورد. فلو اتصل كمان مرة الشخص هذا اللي هو خارج البدالة راح يتحول للريسبشن أو الرد الآلي. Match Outgoing Trunk لازم نفعلها بكل الحالات. زي ما احنا شايفين هون ممكن اشوف الريكورد زي ما احنا شايفين هون اكستنشن 30 اتصل على الرقم الموبايل اللي احنا شايفينه عن طريق هذا الدي اي دي. فلو هذا الشخص اتصل على الدي اي دي نمبر اللي موجود راح يتحول فورا للاكستنشن 30 وليس الرد الالي او الريسبشن. عشان افعل الاوتو كليب فيتشر على البدالة راح اروح على ترانك مثلا على سب، راح اختار السب ترانك
اللي انا مبرمجه هنلاقي فيه اوتو كليب بروفايل. راح نحط الاوتو كليب بروفايل بالترنك واعمل سيف وابلاي، وهيك بنكون فعلنا الاوتو كليب. ونفس الشيء لخطوط ال FXO، لاي واحد من الخطوط في عنا اوتو كليب بروفايل، راح نحط اوتو كليب هيك وسيف وابلاي. وهيك بنكون شفنا بهذا الفيديو شو يعني الاوتو كليب وكيف افعلها على بدلة الزونت البلس.